متابعي الحلقة مرة أخرى أهلا بكم في متابعة جولتنا الإخبارية إلى جامعة الدول العربية، حيث يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن لبحث تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة على مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت وأحد الفنادق في منطقة سوسة التونسية بطلب من دولة الكويت. وأوضح السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية إن الاجتماع سيناقش كيفية تعزيز التعاون العربي وتنسيق الجهود الأمنية والقوى المشتركة العربية لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. يأتي هذا بعد يومين فقط من تسلم الرئيس السيسي مشروع بروتوكول القوى العربية المشتركة من أمين عام جامعة الدول العربية. بناء على طلب الكويت، يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن لبحث الهجمات الإرهابية التي ضربت الكويت وتونس الجمعة الماضية وأسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة المئات. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع كيفية تعزيز التعاون العربي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتنسيق الجهود الأمنية بين الدول العربية من أجل مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. تزامن هجومي الكويت وتونس وأعلن داعش مسؤوليتها عنهما بالإضافة إلى فظاعة الحادثين واللذين استهدفا مسجدا بالكويت وفندقا في تونس، كانتا دافعا لتحرك الدول العربية ضد تحركات التنظيم الإرهابي الذي يحاول إظهار قوته وقدرته على اختراق الحصون الأمنية في مختلف الدول عبر استقطاب الشباب المتطرف. الاجتماع الطارئ للجامعة العربية يأتي بعد يوم واحد من تسليم الأمين العام للجامعة ورئيس أركان الجيش المصري بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار مصر رئيس القمة العربية في دورتها الحالية، حيث يعلق ملايين العرب الآمال على القوة العربية المشتركة لتوحيد جهود الدول العربية لمكافحة الإرهاب عبر قوة تدخل عسكري سريع تحقق عامل الردع للكيانات الإرهابية. وإلى محمد رياض من مقر جامعة الدول العربية، أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا محمد، مزيد من التفاصيل عن هذا الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن. مساء الخير دينا، يعني سوف يعقد بعد قليل الاجتماع الطارئ الذي دعت له دولة الكويت بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دولة الكويت ودولة تونس على مدار اليومين الماضيين. الآن سوف يعقد خلال لحظات قليلة هذا الاجتماع بواسطة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية. السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والدولية بجامعة الدول العربية أكد لنا أن ما يحدث في الدول العربية هو استهداف للأمن القومي العربي وليس فقط استهداف لبعض الدول العربية، وأن هذا الاجتماع سوف يبحث تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش. أيضا السفير عزيز الديحاني سفير دولة الكويت في جامعة الدول العربية فضل أن هذا الاجتماع بطلب من دولة الكويت وذلك لوضع حد لهذه التنظيمات الخطيرة التي بدأت تستهدف معظم الدول العربية والتي باتت دولة الكويت واحدة منها. وأيضا قال لنا السفير عزيز الديحاني أن هذا الاجتماع سوف يتم نظر القضايا الهامة الخاصة والتي هي الأساس في تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب. أيضا السفير محمود الخميري سفير تونس لدى مصر وسفيرها لدى جامعة الدول العربية أيد طلب دولة الكويت لهذا الاجتماع، وسوف يقوم بالمداخلة لنشر آخر التطورات في دولة تونس والعمليات الإرهابية التي تستهدف الأمن العربي وتحديدا أمن دولة تونس والكويت. نهاية هذا الاجتماع سوف يخرج بيان تضامني مع دولة الكويت ودولة تونس والدول العربية التي تم استهدافها، وأيضا سوف يؤكد هذا البيان على تعزيز العمل الأمني العربي وأيضا تعزيز المعلومات الاستخباراتية بين الدول العربية وأيضا تعزيز المطارات والأمن على الحدود لمنع تسلل الجماعات الإرهابية. وفي النهاية سوف أيضا يؤكد هذا البيان على حل القضايا العربية التي هي الأساس لنشر هذه التنظيمات الإرهابية في الدول العربية.
هذه هي أهم ما يوجد هنا داخل مقر جامعة الدول العربية، وأعود إليكم مرة أخرى. شكرا محمد رياض، وننتقل إلى الثانوية.